والسلام عليكم حبايب قلبي، كيف حالكم؟ إن شاء الله تكونوا طيبين. أهلا وسهلا بكم ببلوج جديد. اليوم يا جماعة هو الجزء الثاني لترتيب وتنظيم الحمام. طبعا أمس قعدت تقريبا لين الساعة 4 الفجر وأنا أنظف في هذا الحمام لين ما خلاص هلكت، فقررت إني اليوم أبدأ وأزينه وأسوي الديكور اللي قلت لكم عليه، فجدا متحمسة صراحة نتيجة الحمام والتنظيف. كمان شاركتكم بفلوق التنظيف بعض الخطوات المهمة اللي أنا متأكد أنكم راح تستفيدوا منها، فاللي ما شاف فلوق التنظيف الحمامات يروح يشوفه، لأن اليوم راح نسوي الديكور عشان تشوفوا كذا النتيجة من البداية إلى النهاية. أوكي يا جماعة، شوفوا إيش قاعدة أتفرج. هناء وجميل، يعني وحشت هذا المسلسل، عرغم أني أنا شفته مليون مرة بس مرة ما أطفش منه. ما أدري، إذا قلتوا لي تحت بالتعليقات إذا أنتم من هذا النوع اللي تحبوا تشوفوا المسلسلات أكثر من مرة، خاصة إذا كانت تعجبكم. صراحة هناء وجميل، المسلسلات اللي ما أطفش منها أبداً. المهم حباب قلبي، الحين راح نبدأ التنظيف، لكن إذا كنت تشوفوا هذا الفلوق وما كنتوا مشتركين لا تنسوا تشتركوا وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل فلوق جديد. وكمان يا جماعة زي ما انتم شايفين، أوه ماي جاد، الكيس هذا كبره مفروض يخش في الحمام. طبعاً هنا جهزت الأغراض اللي راح أحتاجها عشان أزين فيه الحمام. زي ما انتم شايفين عندي كل أنواع الأشياء، عندي نباتات، عندي خيش، عندي باز، عندي أضواء، عندي كل شيء. المهم، فزي ما قلت لكم بالفلوق السابق إنه حبيت أخلي الحمام كذا يكون حميمي أكثر، ما يبين إنه حمام وبس مغسل ومرحاض وخلاص، لا حبيت أخليه زي الغرفة كذا. فجبت هذا الدولاب من إيكيا، طبعاً عبد الرحمن ركب لي إياه. المهم الحين هذا الدولاب راح نقوله على الحمام، ترى وزنه مرة خفيف. يا جماعة هذا الدولاب يجي عبارة عن 5 رفوف، الحين راح أركب 2 الباقيين. اوكي يا جماعة، أول شيء راح أحط النبتة هنا. بعد عندي هذه العلبة، حسيتها حلوة كذا لونها أسود. بعدين جايبة هذه الحلقات، طبعاً هتقولوا هذه لإيش مستخدميتها أصلاً؟ طبعاً هذه لما تحطوا مناديل على الطاولة تحطوا المنديل جوة الحلقة هذه عشان يمسكها، بس أنا راح أستخدمها كديكور. شايفين صارت زي الفازة الصغيرة، نحط جوتها مثلاً. طلعت حلوة كأنها فازة، لو أحد مسكها يا ويلو. بعد كذا راح احط هذا اللي يطلع ريحة حلوة. اخترت الديكور لهذا الحمام يكون كله باللون الابيض والاسود، زي ما انتم شايفين كيف. واو شكلها مرة حلوة، ابيض واسود تجنن. احطها هنا، عندي هذه الفازة اخذتها لونها كحلي، بس هتشوفوا كيف تضرب لونها على الاسود. شوفوا شايفين صار لونها كأنه اسود. الحين راح احط هذه الشمعة برضو من نفس ماركة الديفيوزر هذا، مرة حلوة، شوفوا كيف شكلها. ريحة تجنن تجنن. هذا الشكل. اوكي يا جماعة، بعد اخذت هذه السلات، طبعا هذه السلات من ايكيا تلاقوها، تجيكم 3 حبات مع بعض. انا راح احط بهذه الطريقة، شوفوا ايش راح احط الاولى، بعدين فوقها راح احط اللي اصغر منها. كيف صرت احب هذا الخام في البيت مره، هذا الخيش مره صار يعجبني. يعني اول كنت مستحيل اطول فيه خيش كذا، احسه شيء قديم وكذا، بس ما ادري احس دخلته في البيت مره كثير وجدا عجبني كيف يقلب الشكل 180 درجه. بعدين عندي هنا مناشف عشان اذا احد يبغى ينشف وجهه او يده راح احطه هنا. كمان عندي هذا البخاخ، واو ريحتها جنة. طبعا تعرفوا بخاخات الحمامات اللي تيجي ليمون وتفاح وكذا ريحتها تكون مره قويه، لكن هذه ريحته كذا عطره خفيفه تجنن، مره مره حلو. فراح احطه هنا، حتى شكله احلى من بخاخات الحمام المعروفه كذا، ستايلش وشيك. وبما اني حابه اني اخلي الحمام اسود وابيض، فجبت هذول فازتين ابيض ومنقطين باللون الاسود، وشكلهم مره حلو لانهم مو متساويه زي ما انتم شايفين. هتركزوا فيها هتلاقوها كده مطعوجة من أماكن، فجدا عجبني ديزاينها. أخذت حبتين راح أحطهم هنا، والحين راح أحط هذه المناشف. زي ما انتم شايفين خليتها زي ما هي كده، هذه اللي هتكون للشكل. وأبغى أحط شيء أخضر، فقررت إني أحط هذه النبتة.
اخر شيء جبت هذه السله برضو خيش، لكن اللي فيها الحلو اسود وابيض زي ما انتم شايفين، راح احطها هنا اخر شيء. راح احط جوتها ورق الحمام. اوكي يا جماعه، مستعدين تشوفوا الدولاب بالشكل النهائي؟ صراحه طلع احلى مما توقعت، والدولاب مره كبير وعنده رفوف مره كثير، فكويس اني شاري اشياء كثير عشان استخدمت كل الاشياء اللي اخذتها وحطيتها في هذا الدولاب. والحين راح اوريكم النتيجه. شوفوا، اخذت هذه اللي تنظف المرحاض، اخذتها كمان باللون الاسود والابيض شايفين، وطقمت معاها هذه علبة الصابون، ولكن انا راح استخدمها عشان احط فيها الكريم، راح اوريكم كيف. طبعا علبة الصابون اخذتها من امازون، جدا حلوة، حوريكم اياها. هذه هي يا جماعة، هذه تشتغل بالبطارية، تحطوا يدكم كذا وينزل لكم رغوة على طول جاهزة، فمرة حلوة وكمان شكلها كذا مودرن. جهة قررت احط هذه الرخامة، شايفين كيف شكلها حلو. بعدين راح احط هذه العلبة، راح احط جوتها كريم، وراح احط هنا لصقة انه هنا كريم عشان ما حد يغلط ويحسبه صابون. كمان راح احط هذا المعطر، شايفين اللون الازرق راح يعطي كذا شكل، لانه كله اسود واسود، فاللون الازرق راح يعطي كذا اضافة مرة حلوة. اوكي يا جماعة، الحين راح اعبي هذا الصابون. طبعا راح اختار صابون من باث اند بادي ووركس، ريحته كراميل على جوز الهند، ريحته تجنن يا جماعة. فالحين راح اركب بطارية واعبي صابون واوريكم كيف اشتغل. اوه شايفين؟ اوه وقف، خلاص خلاص، ايش هذا؟ هذا شكله بروشني كامل ولا ايش؟ بس شوفوا كيف سوالي الصابون زي الرغوة، مرة حلو. إذا أنتوا طبعا، هي صوابين باث اند بادي ووركس هي أصلا تنزل رغوة، لكن إذا أنتوا ما عندكم صابون رغوة، جيبوا أي صابون عادي خففوه بموية وعبوه، مرة يجنن. ريحة الصابون جنن. أوكي يا جماعة، شايفين ورق الحمام؟ حوريكم كمان طريقة مرة حلوة عشان شايفين لما ينفتح كيف يقعد يطير كذا. فهو الحمام الضيوف بالغالب يعني، لأنه حمام الضيوف ما في أحد كثير يستخدمه. أوكي، تجيب ورق الحمام بعدين تطوه. مرة ثانية، بعدين تسوي كذا مثلث من الجهتين. حسيت شوي اني اسوي طائرة ورقية. بعدين تسوي كذا، اوكي شايفين كيف صار مثلث، لكن المثلث يقعد يطير، فايش نسوي؟ نفتح الموية. اوكي الحين هو كذا، نحط بهذا الشكل، شوفوا كيف صار كأنه مختوم، مرة شكله حلو ومرتب، وهذه النتيجة النهائية. اوكي، بما انه حمام الضيوف صراحة لازم نهتم بكل التفاصيل، انا اخذت هذا من شي ان اللي هو سعره كمان كان جدا رخيص، ضوء تحطوه وشوفوا كيف يشتغل ينور لكم. طبعا هذا هو حساس، يعني اول ما تدخلوا حتى ما يحتاج تولعوا الضوء، فجدا حلو وعملي ويشتغل بالبطاريه. وكمان اذا عندكم اطفال ويصحوا في الليل ويخافوا يروحوا الحمام، فتحطوا لهم من هذه، مره حلوه. من يحب زي يقعد يلعب بهذه الاكياس؟ شوفوا ترى، واو لونه يجنن، مرة حلو. فهذا حلو للأطفال يعني، أغلب شيء لأنه أطفال يدخلوا في الليل الحمام وكذا. فالحين راح أركبهم. طبعا الأفضل كمان إنكم تحطوا الواجهة هذه تكون مقابل الباب قدام، عشان السنسر يعني يحس أول ما يدخل شخص يحس فيه. ليلى قاعدة وراي تقول لي واو مرة حلو. واو مرة حلو، ريحة حتى الريحة حلوة، الأشياء هذه صار جابت مفعول. فخلونا نركب هذا. اوكي يا جماعة، تركيبه جدا سهل، كل ما عليكم انكم تاخذوه، وهنا ممكن انتم بنفسكم تتنوه على حسب مقاس المرحاض اللي عندكم. اوكي يا جماعة، زي ما شفتوا ركبته، الحين حوريكم كيف يشتغل مجرد ما تطفي الضوء.
على طول يولع. حسيت كذا شكله مرة حلو. طبعا هذا كمان تقدروا تستخدموه في دواليب المطبخ، في دواليب الأطفال، أي مكان حابين تحطوه فيه، ويقعد يغير الألوان زي ما انتم شايفين. طيب يا جماعة كمان حطيت سلة الزبالة، هذه الله يكرمكم، هذه تشتغل بالبطارية مرة حلو، ما يحتاج انكم تلمسوها مثلا. تين هين هتقفل بنفسها. اوكي اخر شيء اللي راح يكمل الحمام هي اللوحة، طبعا ما حوريكم اياها لين ما اعلقها، حتشوفوا كيف شكلها يضحك. حبيت احط شيء كذا مضحك في حمام الضيوف. واخيرا يا جماعة خلصت من الحمام، والحين حوريكم الحمام قبل والحمام بعد. الشغل البسيط اللي طبعا مو بسيط، التنظيف كان مرة صعب، لكن التزيين كان جدا ممتع. فاذا كنتم مستعدين تشوفوا النتيجة النهائية لا تنسوا تدعموني الان وتحطوا زر اللايك. ويلا مستعدين، 1 2 3. هي نفسها من هنا قاعدورة تطلعي بابا. وبكده خلصت من حمام الضيوف. شايفين النتيجة النهائية جدا جميلة، وزي ما قلت لكم حبيت أحول الحمام إنه يكون زي الغرفة الصغيرة، واللوحة اللي وراي شايفين كيف تضحك، حبيت أحطها في حمام الضيوف لأن حسيت كده شكلها غريب ومضحك. فأتمنى إنه عجبتكم النتيجة النهائية، وكمان أتمنى إنكم استفدتوا. الحين وراي لسه كمان حمامين لازم أخلصهم، اللي هو حمام إيلين وحمامنا. طبعا حمامنا راح أسوي فيه نفس فكرة حمام الضيوف، جبت نفس الدولاب تقريبا نفس الزينة وهذه الأشياء، فحوريكم لما يكون جاهز. اوكي يا جماعة شوفوا هذه السلة جبتها من ايكيا، وشفت عندهم طريقة للف المناشف اليدوية مرة حلوة. تاخذوا المنشفة بعدين تسووا كذا رول. معلش انا في الحمام عشان كذا ما عندي مكان اشرح لكم فيه كويس. وبعد كذا ترصوها بهذا الشكل، تطلع مرة حلوة مرتبة، تحطوها على المغسلة او اي مكان، فيكون سهل جدا انه تستخدموها. طبعا جيبوا مناشف صغيرة عشان تكون كذا توسع. وهذه هي السلة بعد ما حطيت فيها المناشف، شايفين كيف شكلها صار حلو مرتب. تقدروا تحطوها كذا بجنب المغسلة متى اذا جولكم ضيوف او احد، تقدروا تستخدموها استخدام واحد مرة حلوة. لكن انا راح احطها على الرف وراح اوريكم النتيجة النهائية لانه طلعت واو. اوكي يا جماعة مستعدين تشوفوا الحمام؟ فيلا مستعدين، يلا 1 2. تارا. زي ما انتم شايفين هذا حمامنا. حبيت كمان الحمام ترى يا جماعه تغير 180 درجه كذا، صرت احب اقعد هنا يعني لسه ما بداني 10 دقائق انه زينته وخلاص صرت ابغى اعيش هنا. مره عجبتني النتيجه. طبعا الدولاب زي ما شفتوا في الضيوف نفس الشكل، لكن حبيت اغير شويه الديكور عشان يكون شويه في اختلاف. حبيت احط هنا المناشف، هنا اخذت مزهريه ثانيه، طبعا حطيت الخيش لكن الصندوق على شكل المستطيل. كمان حبيت احط فازة، حط نباتات اكيد، حطيت هنا نفس النبتة، وهنا علبة ثانية برضو لونها اسود ممكن استخدمها احط فيها القطن والاشياء هذه. بعدين هنا حطيت شمعة، هذه الشمعة اللي هابين فيها كل الناس مرة عجبتني، فحبيت احطها هنا، ريحتها كمان مرة تجنن. اكيد نبتة وفازة. واخر شيء حطيت هذه السلة وفيها مناديل الحمام زي ما انتم شايفين. كمان هنا حطيت برضو نفس الجهاز هذا بس لون ثاني، ينزل رغوة برضو، بس ما راح اجربه الان، ما ابغى ينزل لي 10 كيلو. هنا اخذت هذه الكاسة، شايفين كيف لونها اسود وابيض، تليق مع هذه السلة اللي اخذتها للغسيل. وهذه كان حمامنا، اتمنى انه يعجبكم. وبس صراحة أنا جدا مبسوطة بالنتيجة. أوكي يا جماعة آخر حمام في البيت هذا كله هو حمام إيلين، وبما أني سويت غرفتها على شكل يونيكورن فحبيت إنه الحمام كمان يكون نفس الثيم، ف
فأول شيء طلبت لها ستاير تكون كذا على كامل البانيو، طلبت لها كذا مفرشة عشان ما تتزحلق، فراح أركبها كمان آخر فيديو راح أوريكم. لكن قبل راح أزين الحمام بأشياء وردية كذا جبتها مرة حلوة. المهم يا جماعة زي ما انتم شايفين أغلب الأشياء اللي جوة الكيس أشياء وردية، فحبيت إنه أخلي الحمام إلين يبين إنه حمام أطفال كذا، يفتح النفس وكل شيء يكون وردي وغير عن حماماتنا اللي سويناها. يا جماعة شوفوا الست اللي جبته لإلين، طبعا أنا صورت لكم إنه جبت له قوس قزح، لكن لقيت بعدين هذا اليونيكورن زي ما انتم شايفين، هذا للفرش الأسنان والمعجون، وهذا للصابون. شوفوا قديش حلو، تجنن مرة حبيتها. هذا تحطوه على صنبور الموية، مفروض انه ينزل موية زي كذا تكون ملونة، فالحين راح نجربه ونشوف. طبعا كل التجارب هذه الاول مرة اطلبه، فراح نشوف الان يشتغل او لا. اوكي شوفوا حوريكم كيف الان تشتغل، شايفين؟ مرة حلوة، احس الاطفال تجنن. شوفوا الحين حقفل الباب حوريكم مزبوط الاضاءتها كيف، يعني الاطفال اذا ما يحبوا يغسلوا يدهم ركبوا لهم هذه الاضاءة، اضمن لكم انه حيغسل يدهم طول اليوم. طلبت من امازون صور اليونيكورن برضه، واشتريت الاطارات من ايكيا. الحين راح اروح بسرعه اركبها واعلقها على الجدر. وهذه الصور بعد ما علقتها، شايفين على طول غيرت الحمام. يا جماعه الصور في الحمام مره تغير الشكل. اوكي جماعة اليوم ثاني يوم، لانه انا قعدت استنى على بال ما امازون يوصلوا الطلبية، فاليوم وصلوها عشان كده راح اكمل حمام إلين. المهم يا جماعة طلبت لها ستارة للباني، وطلبت لها هذه السجادة كمان كله على شكل يونيكورن، فالحين راح اركبها واوريكم كيف راح يكون شكلها. عادي حب. اوكي واخر قطعة هتكون الحمامي اللي هي هذه السوب ديسبنسر، كمان طلبته الإلين على شكل كذا البطريق الوردي مرة حلو، فالحين راح اعبيه بالصابون وبس حوريكم النتيجة النهائية. اوكي يا جماعة الحين راح اوري إلين، خلصت انا طبعا من الحمام وكل شيء صار جاهز، صار بوحبة وصار كأنه غرفة. المهم الحين حوري إلين النتيجة النهائية. إلين انت مستعدة؟ ايوه يلا مستعدة. واحد، استني، اثنين، افتح كده، وقفي يلا افتحي. واو مرة حلو. المشكلة اللي بتبتعين عطوه ما شافت حتى يا جماعة، وقعدت تقول واو على طول، اتصدمت، قعدت تشيك على الاشياء. كيف يا لولي، حلو عجبك؟ مرة كثير. ايش عجبك اكثر شيء؟ هذا الستارة. اوكي يا جماعة والحين حوريكم كيف كان الحمام قبل وكيف صار بعد، مستعدين؟ يلا واحد اثنين ثلاثة. Thank you.
الحمام إلين وأخيراً خلصت وجداً مبسوطة بالنتيجة. حبيت إني أشارك هذا الشيء معاكم وأريكم كيف تقدروا تغيروا أصغر حمام إلى شيء يكون غير عن العادة، شيء يكون مو حمام وبس، يكون شيء كذا تحطوا فيه تحف، تحطوا فيه دولاب، تحطوا فيه عطور وأشياء. فحبيت جدا النتيجة والحمد لله إنه توفقت أخيرا وقدرت أشتري كل شيء اللي أبغاه وكل الأشياء اللي كنت طالبتها من أمازون أخيرا وصلتني، إن هي كانت مأخرتني. المهم حبايبي لا تنسوا تدعموني باللايك، هذا الشيء جدا يدعمني شجعني كثير لأني مرة تعبت بهذا الفيديوهات. فلا تقصروا معي باللايكات واكتبوا لي تحت بالتعليقات إيش أكثر حمام عجبكم، حمامنا ولا حمام إلين ولا حمام الضيوف. وبس إن شاء الله أشوفكم على خير بفلوق تاني. لا تنسوا تشاركوا هذا الفلوق مع كل أصحابكم وأحبائكم وأصدقائكم، ولا تنسوا كمان تتابعون الإنستغرام وسناب شات، روابط الحسابات راح تلاقوها هنا وبآخر الفيديو. وبس أحبكم كثير وأشوفكم على خير بفلوق تاني، وباي.